بعد أكثر من أربعة أعوام من انطلاق عملية التحالف بقيادة السعودية ضد ميليشيا الحوثي في اليمن، تبدو الميليشيا في وضع جيد حتى على المستوى العسكري، حتى أنها بدأت في الآونة الأخيرة بشن غارات لطائرات مسيرة في العمق السعودي. إلى فضاء حر، أهلا بكم. يقول البعض أن تعامل السعودية والتحالف مع الحرب اليمنية بالطريقة القائمة هي التي سمحت للحوثيين بالاستمرار وتدعيم قوتهم بالاستفادة من الدعم الإيراني. يؤكد هؤلاء أن هذه الحرب لم تكن تحتاج لعدة أشهر، إلا أن تحول أهداف التحالف وبالتحديد السعودية والإمارات للبحث عن مصالح خاصة في اليمن هي من أنتجت هذه النهاية السيئة، والتي جعلت من السعودية ذاتها هدفا لهجمات في عمق أراضيها، ولذلك فإنه لا وجود لمسار آخر غير حسم المعركة ضد الميليشيا والعمل فعليا على إعادة الشرعية إلى المناطق المحررة بدلا من دعم الميليشيات المناوئة لها. على الطرف الآخر، يقول البعض أن هذه التطورات ترتبط ارتباطا رئيسيا بحصول الميليشيا على الدعم من إيران، كما أن الفساد الذي ينخر السلطة الشرعية والجيش هما من جعل المعركة تتوقف بهذا الشكل. للنقاش حول هذا الموضوع سيكون معنا من العاصمة السعودية الرياض عضو مجلس الشورى السعودي سابقا الدكتور محمد آل زلفة، ومن اسطنبول في تركيا ينضم إلينا الباحث والكاتب دكتور عادل دشيلة. أبدأ بالسؤال المشترك، بعد أكثر من أربع سنوات من انطلاق عمليات التحالف في اليمن، ميليشيا الحوثي تشن هجمات متواصلة إلى داخل العمق السعودي، برأيك كيف يمكن فهم وتفسير ما يحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، ليس بغريب على أن جماعة الحوثي تقوم باستهداف بعض الأماكن الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية، لأننا اليوم في العام الخامس أعتقد، يعني أو العام الخامس على عاصفة الحزم، والتحالف العربي لم يحرز أي تقدم على الأرض في هزيمة الميليشيا الإنقلابية، مما جعل هذه الميليشيا الإنقلابية تستورد أكبر قدر من التكنولوجيا وأيضا من الأسلحة الإيرانية وأيضا الخبراء الإيرانيين، وبالتالي من الطبيعي أن تستهدف هذه الميليشيات المملكة العربية السعودية. وقد ربما نرى عمليات متطورة بأكثر مما حصل في الأيام القليلة الماضية. طيب، ما هي الأسباب يعني لهذا التصاعد في قوة الميليشيا الحوثي واستهدافها وقيامها بعملية داخل العمق السعودي؟ هناك عدة أسباب منطقية. أولا، السبب الأول أنه لم يكن هناك رغبة حقيقية من قبل طرفي التحالف العربي وخصوصا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بأنهاء الانقلاب في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، ولذلك هذا يعتبر يعني السبب الأول. أما السبب الثاني، فالجيش اليمني الشرعي الآن هو يعني يحاصر الميليشيات الانقلابية في أكثر من مكان، ولكن للأسف الشديد يتلقى يعني طعنة من الخلف من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه التحديد الدولتين اللتين تقودان التحالف العربي. إذن هناك أسباب منطقية، وأيضا لا ننسى البعد الإقليمي، لأن هذه الميليشيات تعتبر من أذرع إيران في المنطقة. واليوم ذكرت صحيفة بريطانية أو الول ستريت، قالت بأن الهجمات التي أنفذها الحوثيون كما أدعوا ذلك في شهر مايو الماضي لم تكن من اليمن، وإنما كانت تلك الصواريخ أو السلاح المسير جاء من العراق. أي أن هذه الميليشيات الآن تعتبر جزء من الميليشيات الطائفية الإيرانية في المنطقة، وهناك يعني هناك تنسيق مشترك بين الميليشيات الإيرانية سواء في العراق أو في لبنان أو في سوريا أو في اليمن. طيب، أذهب لضيفي من الرياض الدكتور محمد آل زلفة وأسأله في البداية بالسؤال المشترك. دكتور محمد آل زلفة، إذن بعد أربع سنوات من انطلاق عمليات التحالف في اليمن، نشاهد اليوم ميليشيا الحوثي تشن هجمات داخل العمق السعودي، كيف يمكن فهم وتفسير هذا الأمر؟ صحيح، اللي بيحصل في اليمن هو يعني سيطرة
فئات متفلتة، ميليشيات لا يحكمها لا قانون ولا أخلاق ولا قيم تجاه أولا الشعب اليمني نفسه. فهم إذا كانوا في الأسابيع الأخيرة أطلقوا طيارات مسيرة إلى منشآت مدنية في المملكة، سواء في مطارات أبها واستهداف مطار جازان ومطار نجران، استهدافات المناطق المدنية الغاصة بالسكان والمدنيين بما فيهم اليمنيين. المملكة فيها أكثر من 3 ملايين أخ وشقيق يمني، ولذلك هؤلاء لا يهمهم من يموت ومن يحيا من الشعب اليمني من الشعب السعودي، طالما هم ينفذون أجندة خاصة بإيران التي تريد لهم أن يقوموا بهذا الدور. صحيح البعض من إخوان في اليمن ليسوا على بينة تماما مما يقوم به هؤلاء الانقلابيين الحوثيين. من المؤكد أن هذا العصابة جبروتية قاسية القلوب على الشعب اليمني. الشعب اليمني الذي نعرفه هو الشعب الشجاع الشام القوي، لن يخضع لأحد إلا لما مثل ما خضع عليه هؤلاء بسبب قسوتهم على الأهالي وعلى الأسر وعلى الأطفال وعلى كل مكونات الشعب اليمني. الحرب طالت، صحيح ليس في مصلحة أحد أن تطول هذه الحرب. الحكومة الشرعية نجد أنها يعني تقوم بدورها، ولكن يبدو أن هناك من يعني عواطفهم ليست مع الحكومة الشرعية، وربما البعض عواطفهم مع طرف آخر في الانفصاليين في الجنوب، وبعض منهم ربما له مصلحة باستمرار الحرب، وهذا تعودنا عليه. حتى في الستينات استمرت الحرب في اليمن 7 سنوات بين جمهوريين وملكيين وسعوديين ومصريين بسبب المستفيدين من إطالة أمد الحرب. صحيح نحن في ظرف مختلف لا نريد الحرب أن تستمر. هذه النقطة سنتناقش فيها بالتفاصيل، سنتناقش فيها لاحقا، أنه عندما تقول أن البعض اليوم من اليمنيين متهمون بأنهم لم تعد عواطفهم مع الحكومة الشرعية، هناك من يرد هذه النقطة إلى خانة التحالف ويقول أن التحالف ذاته أيضا لم يعد متعاطف مع الشرعية ولم يعد في هدفه الرئيسي. أعود مرة أخرى للدكتور عادل دشيلة. دكتور عادل دشيلة، أشرت أنت ربما في بداية حديثك مستهل حديثك أن التحالف انحرف ربما بأهدافه في عملياته الداعمة للحكومة الشرعية، وهذه هي أحد أو أبرز الأسباب التي جعلت قوة ميليشيا الحوثي في تصاعد. لكن أنتم متهمون، وبعض من المحللين ربما وقارئي المشهد اليمني، أنكم ربما تغفلون أسباب أخرى، والأبرز فيها هو استمرار الدعم الإيراني وأيضا الضغط الدولي المفروض اليوم على الشرعية والتحالف في إطالة أمد الحرب الحاصلة اليوم في اليمن، وما نشاهده مؤخرا من وصول ميليشيا الحوثي إلى العمق السعودي. ما ردك؟ أخي الكريم، الحقيقة لا يمكن، ضوء الشمس لا يمكن أن يغطى بغربال. نحن مع التحالف العربي منذ اليوم الأول، ومع أمن المنطقة والجمهورية اليمنية هي ضد الميليشيات الإيرانية، وحذرت منذ وقت مبكر، من يعني في بداية الألفية، أي في العام من عام 2000 2002 2004 حتى وصلنا إلى دخول ميليشيات الحوثي إلى العاصمة اليمنية صنعاء. هل من يعني هل يمكن القول بأن الإمارات العربية المتحدة في جنوب اليمن تدعم الحكومة اليمنية الشرعية؟ هل يعني هل ما تقوم به الإمارات العربية المتحدة في المناطق الجنوبية نسمي ذلك دعما للحكومة اليمنية؟ هل تدريب ميليشيات مسلحة خارج إطار الشرعية اليمنية بعشرات الآلاف هذا يعتبر دعم للحكومة اليمنية؟ نحن تعودنا من الأشكاء في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى وجه التحديد المملكة العربية السعودية في أكثر من تصريح، خصوصا القيادة السياسية تقول أننا مع وحدة وأمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ولكن ماذا عن ولكن الوقائع على الأرض تقول عكس ذلك تماما، أي أن هناك سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هناك تخطيط منها، هناك
هناك يعني مخطط وهناك شيء منهج يراد للشعب اليمني في المستقبل، وهناك تصريحات تأتي حتى من الإدارة الإماراتية سواء كانوا بطريقة رسمية أو بطريقة غير رسمية لأنهم مع انفصال جنوب اليمن. إذن كيف يمكن أن نهزم ميليشيات انقلابية في شمال اليمن والأشقاء يضعون من الخلف بدعم ميليشيات انفصالية متمردة في جنوب اليمن؟ هذا هو التناقض. إذا كان الأشقاء في دول الخليج العربي وعلى وجه التحديد دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لديهم بعض التحفظات أو لديهم أجدع أو لديهم يعني شيء، يعني عليهم أن يظهروا ذلك للحكومة اليمنية وعليهم أن يصالحوا الحكومة اليمنية، لكن أن يقولوا في الإعلام نحن مع الجمهورية اليمنية مع وحدة الأراضي اليمنية ولكن الواقع على الأرض عكس ذلك تماما. لذلك التحالف العربي لم يعد ذلك التحالف الذي جاء من أجل أهداف واضحة وجاء بقرارات دولية واضحة وجاء بدعم مباشر من المجتمع الدولي. طيب ونحن سأنقل هذه النقطة لضيفنا من الرياض دكتور عادل، سأنقل هذه النقطة، لكن ونحن نبحث في أسباب تصاعد قوة ميليشيا الحوثي اليوم، ماذا عن الدعم الإيراني الذي ما زال يصل إلى الحوثيين كما تتحدث دول التحالف وأيضا أطراف أخرى في المجتمع الدولي اليوم هي راعية للعملية السياسية في اليمن، وأيضا ماذا عن الضغوط المفروضة اليوم على التحالف الشرعي؟ طبعا لا لا، بالنسبة للميليشيات الإيرانية الآن يعني أين دور التحالف العربي؟ الأجواء اليمنية هي تحت رحمة التحالف العربي وهناك دعم لوجستي أوروبي للتحالف العربي، أين هم الآن من هذه الصواريخ التي تأتي من جماعة الحوثي؟ أين هم من المنافذ البحرية؟ أين هم من بحر ميدي والبحر الأحمر؟ أين هم من البحر العربي؟ أين التحالف العربي؟ عليه أن يوقف الدعم الإيراني. نحن لا ننكر بأن هناك دعم إيراني والأجواء اليمنية أصبحت أجواء إيرانية بامتياز تستهدف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ونحن ضد ذلك. الميليشيات الإنقلابية ما هي إلا بعبع، ما هي إلا شماعة لإيران، واليوم إيران تستهدف المملكة العربية السعودية بطريقة مباشرة من أراضي العراق ومن أراضي الجمهورية اليمنية ونحن لا ننكر ذلك، ولكن التحالف العربي هو المسؤول الأول لأنه هو من يسيطر على الأرض عسكريا وهو من يسيطر على البحار والمنافذ البرية والبحرية والجوية، ولذلك هو المسؤول الأول عما يحصل وسيحصل في الجمهورية اليمنية. أما أن نحمل الحكومة اليمنية عليها أن تواجه الحوثي، نحن الحكومة اليمنية لا تملك سوى سلاح الكلاشينكوف وأسلحة خفيفة دعمها التحالف العربي. هذه الجماعة الميليشياوية انقضت على دولة وهي تمتلك السلاح الخفيف والثقيل والمتوسط وتمتلك الصواريخ البالستية التي تستهدفها السعودية اليوم. إذن لا خيار. البعض قد يستوقف حديثك هذا في الدفاع عن الحكومة الشرعية ويقول أن هذه أسباب ما طرحته ليست أسباب منطقية في الدفاع عن الحكومة الشرعية، سنناقش أيضا بالتفصيل عن مكامن القوى اليوم وما الذي يمكن للحكومة الشرعية فعله في هذا الموضوع. عود للدكتور محمد آل زلفة، إذن البعض ربما يتوافق مع ما يطرحه الدكتور عادل دشيلة بأن اليوم السبب الحقيقي لتزايد هجمة ميليشيا الحوثي داخل العمق السعودي لا يعود لقوة ميليشيا الحوثي بل لضعف التحالف، لأن هناك انحراف في أهداف التحالف واليوم ينفذ بعض المطامع الخاصة والأجندات الخاصة به داخل اليمن. ما ردك؟ أنا أسمع الكلام عن أن الإمارات العربية المتحدة خاصة يعني ما يقولونه البعض ربما لمح إلى ذلك الأخ عادل بكلامه أن للإمارات أجندة خاصة وأنها تريد الاستيلاء على جنوب اليمن وعلى موانئه وعلى سقطرة وعلى كل هذا وأنها تؤسس لميليشيات وإلى آخره. المشكلة ليست أنا أعتقد المشكلة ليست في جنوب اليمن، المشكلة مع العظمة اليمنية، المشكلة مع الكتلة الزيدية التي تؤتمر للأسف عواطفها ومشاعرها كلها مع الحوثيين، وهنا الإشكال الكبير. القبائل اليمنية الكبرى اللي نعرفها حاشد وبكيل وكل هذه القبائل والحجور وغيرها نعرف أنها دائما هي الصخرة التي يتحطم عليها كل طموح اي راغب في اليمن، ولكن نجدها الان كلها تميل مع يعني اما تحت سيطره الحوثيين. الجيش اليمني من كان من يبدو لي ان الجيش اليمني كان ايضا جيشا زيديا اكثر من كونه جيش يمني. طيب دكتور محمد الزلفة، قبل ان نتناقش في هذه النقطه، طيب قبل ان نتناقش في هذه النقطه دكتور محمد الزلفة، إذا أنت تبدو لك الممارسات الحاصلة في الجنوب أنها في السياق الطبيعي، أن هذا هو النموذج الذي يريده التحالف، وباعتقادك هذا ما يريده اليمنيون من دعم الأشقاء في التحالف لإعادة واستعادة الشرعية وإسقاط الانقلاب؟ لا
لا لا، أنا أقول لك إنه التحالف جاء بناء على طلب حكومة شرعية، وهي الحكومة الشرعية التي اختارها الشعب اليمني حسب القوانين الدولية وحسب الاتفاقات اليمنيين فيما بينهم في الحوار الوطني وحسب ما أجمعوا عليه وقبلوا في المبادرة الخليجية. ولكن يبدو أن هناك يعني انفلت الأمر من أيدي الحكومة الشرعية، والأمر مخطط له من قبل. حتى علي عبد الله صالح سلم جيش اليمن كل الحوثيين، سلمه لقمة سائغة له ليضرب بها اليمنيين. يعني لما كنا من زمان كمراقبين نقول لماذا هذا الجيش اليمني الذي تجاوز تعداده أكثر من 200 ألف عسكري لمن يريد أن يحارب اليمن؟ يعني يحارب الصومال، يحارب إريتريا، ولا طيب لماذا التحالف لا يصحح هذا الوضع؟ تقول أنه ربما سقطت الأمور من يد القيادات السابقة، ربما والجيش السابق سقط في يد تمام. دكتور محمد، لماذا لا يتم الآن من قبل التحالف والأشقاء في التحالف تصحيح هذا الوضع؟ إذا كان الجيش السابق كما تقول سقط لقمة صايغة في يد الانقلاب، اليوم لماذا يتم العمل على تأسيس ميليشيات وكيانات مسلحة هي بعيدة عن الجيش الوطني؟ وهذه التصريحات نحن نسمعها دائما على لسان قيادات رسمية في الشرعية. لكن فين هذا؟ في ميليشيات في جنوب اليمن، يعني لها ظروفها، ولا لا أدري بالضبط، لأن للأسف اليمن مشكلته المشكلة اليمنية مشكلة اليمنيين أنفسهم. الشماليين يريدون أن يهيمنوا على الجنوبيين، الجنوبيين يقولوا لا نريد الشماليين بأي شكل من الأشكال، وكل منهم يعمل على هذا الشكل. الشماليين يقولوا نحن نتبع ملة تختلف عن ملة الآخرين، نحن لنا عمق تاريخي ولنا آل البيت ولنا إيران ولنا شيعة العراق ولنا شيعة العالم. إذا المشكلة في الشعب اليمني في الشمال. أما الجنوب فنعتقد من وجهة نظري الشخصية أنه الشعب المظلوم على أمر المغلوب على أمره والمظلوم، ولكن لا خراج له إلا من خلال مخرجات الحوار اليمني، أن تدار اليمن بعد أن تتخلص من هذه المحن كلها التي سببها بالدرجة الأولى هو اليمنيين. الخراج الخروج من هذه المشكلة العودة إلى ما اتفقوا عليه، تقسيم مناطق جهوية، مقاطعات، أقاليم، أحكام، لأنه اليمنيين معروف لا يستطيع حتى إبليس أن يوحده، ولذلك يبغى لهم وقت طويل جدا جدا لحتى ما ينخلق وعي الله أعلم. إلا الحكم الإمامي الأول بالقوة قتل الزرانيق وقتل كل من لم يكن زيديا على التومة. طيب دكتور محمد، سأعود لك مصاحب مذهب مختلف. طيب أعود للدكتور عادل دشيلة، ونحن نبحث في أسباب تصاعد قوة ميليشيا الحوثي. تقول أن الحكومة الشرعية اليوم لم تملك ولا تملك سوى السلاح الكلاشينكوف، وأن كل الإمكانيات والمقدرات والقرارات في هذه المعركة هي بيد التحالف. هناك من يختلف معك يقول هناك سوء في أداء السلطة الشرعية اليوم. هذه السلطة الشرعية هي تحولت اليوم إلى وسيلة لتعزيز ثروة أعضائها في الحكومة وفي الرئاسة وأقاربهم وعوائلهم. أليس ذلك سبب رئيسي اليوم في إطالة أمد هذه الحرب وتصاعد قوة ميليشيا الحوثي، فساد هذه الشرعية وأدائها الضعيف والهزيل كما يصف البعض؟ أخي الكريم، هذه الحكومة اليمنية من الذي أضعفها؟ من الذي أضعفها على الأرض؟ نحن لا ننكر بأن هناك فساد، ولكن الفساد متواجد داخل إدارة التحالف العربي نفسه. هناك فساد داخل التحالف العربي، هناك تجار حروب في إطار التحالف العربي. أما بالنسبة لهذه الحكومة فهي منزوعة القرار ومنزوعة السيادة. هذه حكومة منفى، هذه الحكومة محاصرة لها 5 سنوات خارج الأراضي اليمنية. رئيس الدولة رئيس الجمهورية اليمنية محاصر في العاصمة السعودية الرياض، ولم يستطع العودة إلى أرضه بسبب الميليشيات الإيرانية الإماراتية، وبسبب المندوب الإماراتي المتواجد في عدن. ينبغي أن نكون صريحين على الدكتور محمد آل زلفى ألا يغير الحقائق على الأرض ويقول بأن هناك صحيح هناك مشاكل داخلية. نحن كان لدينا حوار وطني شامل وكان لدينا حلول جذرية لهذه المشاكل، ولكن من الذي أودبنا إلى هذا المستنقع؟ التحالف العربي هو جزء من المشكلة، الجزء أساسي ورئيسي من المشكلة، وهو من عمق الجراح، وهو من أودبنا إلى هذا المستنقع. الأهداف الغير معلنة للتحالف العربي هي من أوصلت البلد إلى ما وصلنا إليه. طيب وماذا كان بيد التحالف فعله؟
هناك صحيح مخرجات للحوار الوطني كانت تم التوافق عليها، لكن حصلت مستجدات، حصلت حرب، حصلت معركة، أبناء الجنوب شاركوا في هذه المعركة وحرروا مناطقهم وكل المواقع الموجودة تحتهم، وبالتالي أصبحت لهم كلمة في المعادلة. من الذي قال لك بأن أبناء الجنوب هم من حرر مناطقهم؟ من حرر المناطق الجنوبية هم أبناء الجمهورية اليمنية شمالا وجنوبا وبدعم من التحالف العربي، ولكن بعد أن جرى تحرير عدن رأينا كيف حولت الإمارات العربية محافظة عدن وبعض المناطق الجنوبية إلى محميات إماراتية. من حرر عدن هم أبناء الجمهورية اليمنية بدعم من الأشقاء في التحالف العربي، لا أحد ينكر ذلك، ولكن رأينا بعد ذلك كيف استثمرت الإمارات العربية ضعف الحكومة اليمنية وقامت بتدريب ميليشيات مسلحة في جنوب اليمن على أسس عنصرية وانفصالية وعلى أسس غير قانونية وغير شرعية. نحن الآن التحالف العربي جاء تحت البند السابع تحت في إطار الجمهورية اليمنية في إطار دولة شرعية، ولكن أعماله على الأرض عكس ذلك تماما. إذا كان التحالف العربي يقول بأنه يريد إنهاء الانقلاب في العاصمة اليمنية صنعاء، فما عليه سوى دعم الحكومة الشرعية، وإذا له أي ملاحظة على هذه الحكومة عليه أن يقولها للملأ، عليه أن يصرح الرئيس اليمني وحكومة المتواجدة في الرياض، أما أن يقول بأن هناك مشاكل في الداخل، طيب اتركونا نحرر أرضنا. لماذا اليوم هم يحاصرون الجيش اليمني؟ الجيش اليمني لا يبعد سوى كيلومترات عن العاصمة اليمنية صنعاء. من الذي أوقف هذا الجيش اليمني؟ لماذا يوقفون الدعم عندما يتحرك الجيش اليمني في الجو وبعض المناطق الأخرى؟ لماذا يفرضون قيادات على الحكومة اليمنية ويقومون بتعيين قيادات عسكرية من التحالف العربي؟ أي أنهم يرفضون تعيين قيادات عسكرية داخل الأراضي اليمنية. التحالف العربي يتدخل في كل سبيلة. طيب وهنا السؤال دكتور عادل دشيلة، وأنت تتحدث عن الجيش اليمني وتتساءل. طيب دكتور عادل، أنت الآن تتساءل من يوقف الجبهات ولماذا يتم إيقاف هذه الجبهات، وتقول أن الجيش اليمني بمقداره أو بقدرته فعل شيء. قيادة الجيش تتحدث عن أسماء وهمية، مئات الآلاف من الأسماء موجودة، هي فقط في الكشوفات تتسلم رواتب، لكنكم فقط لا تستطيعون إلا لوم التحالف. أين هو هذا الجيش؟ يا أخي الكريم، نحن في مرحلة حرب ونحن لا ننكر هذا الفساد، والتحالف العربي كان قد شكل لجان، وعلى التحالف العربي أن يتواجد على الأرض وأن يحاسب الحكومة اليمنية. نحن لا نريد، نحن ضد الفساد في الحكومة اليمنية، نحن ضد الاختلالات سواء كان في الأسماء الوهمية أو ما إلى ذلك. نحن لا ننكر بأن هناك تجار حروب في من أبناء الجمهورية اليمنية، ولكن على التحالف العربي أن يكون صريحا وصارما مع الحكومة اليمنية، عليه أن يقف مع الشعب اليمني ومع الظرف الحساس. أما أن يقول بأن هناك فساد، من يرعى هذا الفساد؟ هناك أطراف التحالف العربي ترعى هذا الفساد. هناك تعامل مباشر بين قيادة الحكومة، بعض القيادة في الحكومة اليمنية وقيادة التحالف العربي. علينا أن نبحث عن المشكلة، أين الفساد؟ من الذي يدعم هذا الفساد؟ عليهم أن يحاسبوا. نحن مع محاسبة الحكومة اليمنية، نحن مع الشفافية المطلقة، نحن مع كل ما يعني ضد الفساد. أما أن يقولوا بأن هناك أسماء وهمية، من الذي يدعم المشايخ؟ دعم المشايخ يأتي من اللغة العربية السعودية، هناك لجنة خاصة تدعم هؤلاء المشايخ، هناك لجنة خاصة تدعم بعض القادة العسكريين. ينبغي أن نكون صريحين وواضحين، ينبغي أن لا نغير الحقائق على الأرض. أبناء الشعب اليمني هم ضحايا اليوم، وعلى التحالف العربي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية تجاه أشقاء في الجمهورية اليمنية. طيب أعود للدكتور محمد الزلفى، اسمح لي دكتور عادل. طيب دكتور عادل، اسمح لي أنقل النقطة وحديثك هذه في موضوع الجيش للدكتور محمد الزلفى. دكتور محمد، الآن تتحدثون ربما عن ضعف الشرعية ربما والجيش، لكن في المقابل كما سمعت من حديث دكتور عادل هو يطالب اليوم بدعم وتقوية موقف الشرعية والجيش، لا إضعافها وإضعاف الحكومة. وهذا التساؤل الذي يطرحه دكتور عادل يطرحه الكثير، لماذا في الوقت الذي يفترض فيه كما يقول خبراء عسكريون تتحرك العديد من الجبهات لتخفيف الضغط على الهجمات التي تحصل في اتجاه العمق السعودي، يتم إيقاف هذه الجبهات من قبل التحالف، والمتحكم اليوم هي قيادة التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية؟ أولا نستغرب من الأقعاد مع كل الاحترام بأنه يوجه كل الاتهام إلى التحالف، اتهمها بأنها لم تقف بصدق مع الحكومة الشرعية، أنها يعني تقوم بالفساد وفي يعني فساد لا أدري أي فساد، يقصد أن لها مصلحة، يعني الإمارات والمملكة العربية السعودية لها مصلحة في اليمن ولا تريد حل لهذه المشكلة. أنا ما أدري في أي
بأي منطق نتحدث في هذه القضايا. يعني كل يعني المنطق يقول ما هي مصلحة الدول التحالف في اليمن؟ مصلحتهم ماذا؟ المصلحة الأساسية هو أن يستقر اليمن، المصلحة الأساسية هو أن يعود اليمني الأخوة اليمنيين إلى ما تم الاتفاق عليه بينهم في حوارهم الوطن ومخرجات المبادرة الخليجية وتنفيذ القرارات الدولية. طيب، وهل ما يحدث الآن طيب برأيك دكتور محمد ما يحدث الآن من ممارسات هي عوامل استقرار لليمن؟ ما تحدث اليوم من ممارسات وأنا لن أعود أذكرها، استمعت إليها من الدكتور عادل. يا سيدي، إذا كانت هذه طبيعة الشعب اليمني إن إذا دخل في فتن إنها لا تحسم في سنوات، إذا تأخذ أحيانا عقود، وهذا أنا متخصص في التاريخ اليمني وأعرف صراعة مع الدولة العثمانية والصراع فيما بينهم وبين القبائل وبين كذا، أحيانا بين قبيلة وقبيلة تستمر 20 سنة وهم يتحاربون. ولذلك المشكلة أن الشعب اليمني لم يتعلم من التاريخ. وأنا أشوف أن عملية أنه يعني كارثة الوحدة اليمنية هي كارثة فعلا. أنا أتصورها. طيب أنت تستند دكتور دكتور محمد تستند في هذه القراءة للتاريخ للتاريخ أنت تستند الآن للتاريخ وتشهد فيما حصل في الستينات، لكن اليوم بعض القارئين السياسيين للمشهد اليمني عندما يسمع هذا الرد منكم كخبراء ومحللين وأكاديميين في دول الخليج الدول الأشقاء يقول أن هذه النغمة الهدف منها فقط هو الهروب من حالة الفشل التي وصل إليها التحالف وعدم مقدرته على تحقيق النصر، وبالتالي بدأت التبريرات وهذه واحدة منها. لا 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 لن نهرب مهما كانت الظروف. اليمن جزء منا وأنه جزء من أمننا وسلامة مواطنين سلامة مواطنينا. ولذلك لا يمكن إطلاقا أن يتم التخلي عن اليمن وقضيتها، ولكن نطلب مثل ما يطلب الأخ عادل من التحالف أن يكون أن لا يكون كذا وكذا من التهم اللي وجهها، أن يكون الشعب اليمني مدرك لمشكلته، يعني مؤمن أن عنده مشكلة وهو الذي يستطيع في الدرجة الأولى أن يحلها. أنت تعرف الحكومة الشرعية سيدي خرجت من اليمن ليس لديها ولا شيء، الجيش اليمني أصبح في يد علي عبد الله صالح، سلم الحوثيين بكل سلاحه وبكل كذا. علي عبد الله صالح قد أضعف الجيش الجنوبي اليمني، أضعفه تماما وأهلكه، أضعف المعنويات لدى جنوب اليمن كلها لكي يسود هو وجيشه وزمرته. الآن الذي يسود ويحاول أن يفترق اليمن كلها شماله وجنوبه في الفتن وليس في اللي هو الحوثي، لأنه وريث علي عبد الله صالح، وعلي عبد الله صالح وريث الأئمة وكل هؤلاء، هذه مشكلة يمنية أزلية. طيب وبالتالي الآن والآن الاستراتيجية التي يعمل عليها التحالف فيما يخص المؤسسة العسكرية اليمنية الاستفادة من خبرات الرئيس السابق علي عبد الله صالح أحد أبرز قياداته وهو قريبه ابن شقيقه طارق، اليوم يرأس الولايات الجمهورية في الساحل الغربي ويقود عمليات ويحظى بدعم غير عادي من التحالف. طبيعي، لا أنا أخشى وأخشى ما أخشى، هنا مشكلة السعرات. أنا أخشى أن من ابن شقيق علي عبد الله صالح أنه يعمل فقط من أجل السعر لعمه أو لقريبه علي عبد الله صالح، ويريد أن يعود مرة أخرى إلى صنعاء بالقوة التي يريد أن يصنعها بطريقة أو بأخرى. هو الصراع اليمني التاريخي الأزلي الذي لا ينتهي، ولذلك أنا أشوف أن دع الجنوبيين يحلوا مشاكلهم ونحن وإياكم في الشمال نتعامل مع هذه القضية اللي الله يخرجنا منها، ولكن لابد أن تكون قضية حاسمة. طيب مع فائق الاحترام والتقدير لكل طروحاتك دكتور محمد الزلفة، لكن اليوم الحديث عن استعداء كل أبناء الشمال في اليمن وأنهم كلهم تابعين للحوثيين وينفذون أجندة الحوثي، هذا الاستعداء ألا يخدم مشروع الحوثي اليوم ضد اليمن وضد التحالف؟ بكل تأكيد أنه يخدمهم وهم يعرفون. طيب لماذا يتم ترديد هذه النغمة اليوم؟ وهم يحاولوا، عندهم مشكلة زمنية مشكلة تاريخية، هم يعتقدون أنهم ممكن بقواتهم وقدراتهم
انهم في يوم من الايام يستولوا على اجزاء كبرى من السعوديه. طيب دكتور محمد، انا لا ادري ان كنت تعرف هذه المعلومه او لا، ان تعرف ان هناك جنود يمنيون من المناطق الشماليه التي تتهمها اليوم او خاصه المحافظه الجنوبيه. لكن دكتور محمد، يبدو ان التحالف يختلف معك. انا لا ادري انك تعرف هذه المعلومة أو لا، هناك جنود اليوم في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية يدافع عن السعودية، والتحالف هم من أبناء هذه المناطق الشمالية التي تتهمهم أنهم متعاطفين مع الحوثيين ويخدمون أجندة الحوثي اليوم. لأنهم ذاكوا الأمرين من هؤلاء الحوثيين، ذاكوا الأمرين يا سيدي. الحوثيين على طريقة الإمام سابقا يقتل، مستعد يقتل ثلث الشعب اليمني في سبيل أن يستمر في سلطة الحكم. ولذلك هذا استدلهم واستضعفهم. ولا نعرف القبائل المحادة للحدود السعودية انها اقرب مشاعرها حتى كمان الى اخوانهم في 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 جيرانهم في منطقة في المناطق المحادة لهم، لاننا اسرة واحدة، مكان واحد، نريد ان نحيا حياة آمنة مطمئنة، نتقاسم نقمة العيش مع بعض. ولكن حينما تأتي قوة من خارج اليمن مثل عبد الناصر جاء وفرق اليمن، اليساريين جاءوا فرقوا اليمنيين، الشيوعيين جاءوا كذا، الهلاميين من ما يسمى بعض المثقفين في اليمن عدونا الأول السعودية، ليست عدونا أحد. يا أخي هنا خلقوا بعبع إن عندهم عدو، ولذلك لو يدركون تماما إن يعني صدق يعني الحمد لله أن يقول الشعب اليمني أن لنا جار من السعودية 3 ملايين أو أكثر من 3 ملايين يمني، لدينا أعزاء أخوتنا أعزاء في بلادهم. لكن لو حصل مثل ما حصل للسوريين، ذهبوا الآن الأتراكب ويقتلونهم حتى بشوارع إسطنبول وكذا، السوريين في لبنان يحاولوا يربوهم في البحار إلى آخره. أما اليمني لا، عزيز ومقدر، ولكن نريد لليمني الحر الذي نعرفه أن لا يكون مطية سهلة لمن يريد أن يعني يستميلهم أو يضحك عليهم أو يشتري دمامهم. هذا الذي ممكن أن نخلص اليمن من مشاكله، ولا طيب. نخلق مشكلة كبرى بين حكومة شرعية ونقلل من قيمتها وقدراتها. نعم هو صحيح خرج الحكم الشرعية، الجيش اليمني خرج من أيديها بكل أسلحته، هم الآن يريدوا أن يحيوا جيش جديد. أنا لا أدري بالضبط ماذا سيكون دوره، ولكن الدور هو على الشعب اليمني بمكوناته القبلية، مكوناته البشرية، أن يتحدوا في سبيل حل مشكلتهم. طيب أعود للدكتور عادل، إذن الخلاص كما يرى الدكتور محمد الزلفة أن اليمنيون لا يكونون سهل المطية كما يقول، وقابلون لشراء ذممهم، وأن يكون لهم موقف واضح وموحد من أجل الانتصار لقضيتهم، وبالتالي سيكون موقفهم مع التحالف في ربما في سياق واحد كما سمعت من حديثه، وهو السند إلى التاريخ وما حدث من أحداث مفصلية ومهمة ربما في تاريخ اليمن. ردك دكتور عادل. هذا الكلام خالي من الصحة، ولا نكون إلا كل الود والاحترام لجيراننا في المملكة العربية السعودية، والشعب اليمني هو من يدافع عن أرض الحرمين الشريفين. وعندما يتهم أبناء شمال اليمن ويقول بأنهم متعاطفين مع جماعة الحوثي، هؤلاء هم من وقفوا ضد جماعة الحوثي في العام 2013 في الوقت الذي كان فيها النظام السعودي يدعم الميليشيات الإنقلابية في محافظة صعدة ضد أطراف محددة في الجمهورية اليمني، وهو يعرف هذا الكلام جيدا. من الذي أوصل الحوثي إلى داخل العاصمة اليمنية صنعاء؟ هناك حسابات كانت خاطئة الأشكاء في الخليج وعلى وجه التحديد الإمارات العربية المتحدة والأشكاء في المملكة العربية السعودية. أما فنحن لسنا ضد الأشقاء لا في السعودية ولا في الإمارات، هؤلاء جزء منا ونحن منهم وإليهم، ولكن ينبغي عليهم أن يعيدوا حساباتهم مع أشقائهم في الجمهورية اليمنية. اليوم نحن أمام ميليشيا إنقلابية تهدد أمن واستقرار المنطقة، تهدد أمن واستقرار الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية، لكن الأشقاء في دول التحالف العربي لديهم حسابات أخرى، مما جعل معركة تنحرف. أبناء اليمن كلهم لهم كلمة واحدة من شمال اليمن إلى جنوبه ضد هذه الميليشيات الإنقلابية. لكن من الذي فكك هذه؟ من الذي فكك الأحزاب السياسية اليمنية؟ من الذي فكك المجتمع اليمني اليوم؟ هو السياسة الخاطئة للتحالف العربي. من الذي غدى الصراعات العنصرية في جنوب اليمن؟ أليس هو التحالف العربي؟ أخي هذا الكلام أنا لا هذه الخلافات والتباينات الموجودة ربما وتحديد
تحديدا بين الشمال والجنوب موجودة من قبل أن يتدخل التحالف. أنت عندما تقول من اليمنيين كلهم على كلمة واحدة، الواقع يتحدث عن عكس ذلك دكتور عادل. يا أخي الكريم، نحن أمام ميليشيات عنصرية في جنوب اليمن، وليس أبناء جنوب اليمن من يطالبون حتى عندما يقول بالانفصال أو ما إلى ذلك. هناك كان بعض المشاكل صحيح بعد الوحدة اليمنية، ومن وقف مع الانفصاليين 94 الدكتور محمد آل زفي يعرف ذلك جيدا، هو النظام السعودي. أي إذا كان هناك يعني مشاكل مع أبناء جنوب اليمن أو بين أبناء جنوب اليمن وشمال اليمن، فنحن لدينا دستور للبلاد، لدينا مجلس برلماني، نحن من يقرر مصير مستقبلنا، نحن من سيقرر مصير الجمهورية اليمنية وليس الأشقاء في الخليج. عليهم أن يتركونا ونحن سنحل مشاكلنا من الداخل، إما أن يتدخلوا بدعم ميليشيات مسلحة على الأرض ويقولوا على أبناء اليمن أن يتوحدوا ضد المشاريع الانفصالية والمشاريع الطائفية. كيف سنتوحد ضد المشاريع الانفصالية والانقلابية في شمال اليمن وهم من يدعم هذه المشاريع؟ من الذي يدعم؟ هناك بعض الأسلحة جاءت من جنوب اليمن لجماعة الحوثي عبر المندوب الإماراتي، وعليه أن لا ينكر هذه المعلومة، وقد يعني ألقى القبض عليها الجيش اليمني في محافظة في أحد المحافظات الشرقية اليمنية. طيب هذه النقطة ربما تحدثت عنها سابقا، طيب ننتقل لنقطة أخرى دكتور عادل. طيب تاريخي حقيقي يهدد أمننا جميعا، لكن طيب. أما أن نظل يعني أن نلقي التهم جزافة هنا وهناك، هذا اعتقد انه منطق غير سليم. هو رد عليك في النقطه السابقه وقال ان الدكتور عادل ايضا الاسباب التي تطرحها ربما غير واضحه ولا خلفيات ومعلومات لها. طيب اعود لك دكتور عادل، اعود مره اخرى الدكتور محمد آل زلفى. دكتور محمد آل زلفى، اذا البعض يقول ايضا بعد 4 سنوات من الحرب ودخولنا في السنه الخامسه، الطريقه القائمه في الحرب والاستراتيجيه الحاليه هي تزيد من قوه ميليشيا الحوثي وحولت اليمن الى ساحه فوضى. ساحه الفوضى هذه الموجوده في اليمن لن تسلم منها كما يقول البعض في القريب العاجل دول الجوار وتحديدا دول الخليج وفي المقدمه السعوديه. هل التحالف عازم اليوم على مراجعه استراتيجيه في الحرب القائمه اليوم في اليمن؟ هل هناك مراجعات يمكن ان تتم؟ التاريخ سيعيد نفسه يا سيدي. لما دخل عبد الناصر اليمن ب70,000 مقاتل، ولما تورط وصارت له مشاكل يعني لانها تورط مثل تورط الحوثيين الان مدعومين بايران. ايران طيب في ذلك الوقت السعوديه من كانت تدعم في ذلك الوقت؟ لا اسمع، كانت تدعم الشرعيه، كانت تقول ان الحكم لا في الستينيات عندما تدخل جمال عبد الناصر ايه في الستينات كانوا يدعمون الحكم الملكي، الملك محمد البدر يقول انا الشرعي، انا الحاكم الشرعي اليمن، السلالي جماعه انقلابيين. يعني لذلك متى تنفس اليمن؟ حينما ضعف عبد الناصر وسحب قواته مهزوم، وهذا سيعيد التاريخ الايراني، سيهزم في عقر داره، ثم نجد ان الحوثي وحيدا. طيب هل الاستراتيجية الحالية دكتور محمد آل زلفى، هل الاستراتيجية الحالية ستهزم إيران وميليشيا الحوثي برأيك؟ أنا أقول لك أن رأس الحية أو الداعم الأساسي المستفيد الأساسي لما يقوم بالحوثي هي إيران. إيران إذا ضربت، إيران إذا حجب دور إيران، إذا قطعت أوصال إيران في التواصل مع الحوثيين ومع أذرعها. طيب الأسبوع الماضي في وول ستريت جورنال الأمريكية هناك حديث في تقرير نشر. طيب دكتور محمد آل زلفى في تقرير. طيب اليمنيين. طيب دكتور محمد في. طيب في الصح. طيب. طيب خلينا نتحدث عن الاستراتيجية الحالية دكتور محمد. طيب. في عهد الملك فيصل وعهد عبد الناصر قال لا نبغى نترك مشكلة اليمنيين. وجاوب عبد الرحمن الأرياني وحل مشكلتهم وتصالح الملكي مع الجمهوري، وقامت الجمهورية العربية المتحدة واستقرت الأوضاع بدعم المملكة العربية السعودية اقتصاديا وماليا لكل شيء، ولكن الدعم للأسف انه وقف في غير مكانه. طيب ربما في ذلك الوقت إيران لم تكن موجودة، لم يكن لها أهداف في اليمن، وكانت ربما السعودية وأطراف أخرى. طيب الآن دعنا نتحدث في الوقت الحاضر. الصحافة الأمريكية ربما تقرير نشر الأسبوع الماضي في وول ستريت جورنال يتحدث دكتور محمد، يقول أن السعودية لم تعد قادرة على الانتصار في اليمن، وربما نشهد خلال الأيام القادمة المزيد من التصعيد داخل العمق السعودي من ميليشيا الحوثي. لن نتخلى عن اليمن مهما كانت الظروف، لحتى ما تتعدل أوضاع اليمن. أنا أقول لك إيران هي الداعم الأساسي للحوثيين. الحوثيين حينما يخرج الحوثي ويضعف الحوثي سيجلس اليمنيين كلهم جنوبهم مع شمالهم،
شرقهم مع غربهم على طاولة الواحدة ويحلوا مشكلة اليمن. طيب أعود للدكتور عادل. دكتور عادل، هذا الطرح الذي يقول أن السعودية لم تعد قادرة على الانتصار ووقف هذا التصعيد ميليشيا الحوثي لأي حد هو صحيح؟ أخي الكريم، الانتصار على الحوثي سيكون بأقل الخسائر متى ما وجدت الرغبة الحقيقية لدى طرفي التحالف العربي وعلى وش التحديد الإمارات والسعودية. الحركة الحوثية هي أضعف مما يتصور بعض المحللين أو في الغرب أو ما إلى ذلك، ولكن نتيجة للأهداف الغير معلنة للتحالف العربي هو الحوثي يتمدد بطريقة يعني أوسع مما كان عليه في العام 2015. اليوم المملكة العربية السعودية نعم غير قادرة على هزيمة الميليشيا الإنقلابية بسبب أن هناك يعني هناك توجهات واضحة لدى الأطراف التحالف العربي دعم ميليشيات مسلحة في مناطق عدة من اليمن. إذا أراد الأشقاء في المملكة العربية السعودية هزيمة الميليشيا الإنقلابية فنحن لا نطلب طيب منهم. قد يكون هناك مأخذ الآن على حديثك هذا وهذا التحليل منك دكتور عادل، أنك تهون وتسهل من الأمور عندما تقول أن ميليشيا الحوثي من السهل الانتصار عليها. كيف من السهل وهي أسقطت بلد في العام 2014 ولم تستطع هذه الشرعية حماية للعاصمة وسقطت كل شيء أمام هذه؟ أنت الآن تهون وتسهل من الأمور، وأيضا يؤخذ عليكم في التبرير أنه شكوى دائمة من التحالف في حين اليمنيين لا يستطيعون إنتاج آليات جديدة. المطلوب الآن إنتاج آليات جديدة للتعامل وإيقاف هذا الخطر. يا أخي الكريم اسمح لي، من أسقط الحكومة اليمنية، من أسقط الدولة في العام 2013 هو الثورة المضادة بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. نظام الرئيس الراحل علي عبد الله الصالح هو من أسقط العاصمة اليمنية صنعاء، هو من فتح معسكرات الدولة بدعم مباشر وكان هناك تنسيق مباشر. وأنا استمعت للمسؤولين في الحكومة اليمنية، حكومة علي عبد الله الصالح، استمعت للمسؤولين اليمنيين يقولوا كان هناك دعم مباشر من الإمارات على أن نسقط حركة الإخوان المسلمين وجماعة الإيمان والفرقة وأن نسقط ثورة 2011. كان هناك دعم خليجي مباشر وهم من أسقط الجمهورية اليمنية. ينبغي أن لا نضحك على أنفسنا عندما يقولوا بأننا متماهين مع الحركة الحوثية. من الذي قوى جماعة الحوثي؟ هو التحالف العربي، والآن من يحتوي بنار الحوثي هو التحالف العربي نفسه. أنا الآن عندما تقول لي بأننا متساهلين مع جماعة الحوثي، نعم كنا الآن ليس بيدنا القرار، نعم لا نستطيع أن نهزم. طيب سأعود لك في دقيقة أخيرة دكتور عادر، وسؤالي لك لماذا لا نرى آليات جديدة ربما يطرحها اليمنيون للتعامل مع الحالة القائمة؟ أعود وأختم مع الدكتور محمد الزلفة من الرياض في دقيقة. دكتور عادل، دكتور محمد تقول لن نتخلى عن اليمن، المشكلة الآن ليست أن تتخلى السعودية عن اليمن، الآن المشكلة القائمة أن السعودية هل هي قادرة على حماية نفسها من تصعيد ميليشيا الحوثي ودعم إيران لها؟ بكل ألف تأكيد السعودية قادرة على حماية نفسها وهي حامية نفسها من منذ أن تأسست كدولة، ولكن نحن نريد أن نحمي اليمن من الفوضى التي ضاربت أطرافها في اليمن سواء من طريق الحوثيين أو غير الحوثيين. يعني هذا أمر لابد، هذا أمر لا خيار لنا فيه. نعم الحوثي مهما حاول أن يقول أنه في هو متمرد عصابة، هم يحاربوا حرب عصابات، ليس عصابة، ليس جيش منظما، ليس يعني. وهؤلاء وهذا اخطر انواع الحروب اللي تعرفها البلدان. حينما نتحدث مع دوله نتحدث مع محاربين محترفين يعرفون اخلاق الحروب، هنا ممكن تتعامل معها، ولكن هؤلاء لا. ولذلك يعني سنستمر في دعم الجمهوريه العربيه اليمنيه مثل حكومه الشرعيه، وسنستمر مع شعبنا واخواننا في اليمن. تقصد الجمهوريه اليمنيه هي سهوا سقطت منك؟ تقصد دعم الجمهوريه اليمنيه، لانك قلت دعم الجمهوريه العربيه اليمنيه سقطت سهوا ربما منك دكتور محمد. الجمهوريه اليمنيه الى ان يقرر اليمنيون على بناء على المخرجات الشعب اليمني. أشكرك جزيلا دكتور محمد الزلفة، شكرا. وسط كذا هذا قضية مهمة. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الزلفة، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا. أختم في آخر دقيقة مع الدكتور عادل دشيلة، هل يمكن أن نرى آليات يمنية جديدة للتعامل مع الحالة القائمة أم سيستمر موضوع الشكوى من التحالف؟
نأمل أن تتحرك الحكومة اليمنية، والتحركات الأخيرة للنائب رئيس البرلمان اليمني هي في الاتجاه الصحيح. أنا أعتقد بأنه يعني لن تستمر الأوضاع كما هي عليه حاليا، وأن هناك يعني شرفاء وأحرار في الجمهورية اليمنية سيحاولون جادين قدر الإمكان أن يعيدوا الحق إلى أهله وعلى الأشقاء في الخليج وعلى العصابات المتمردة في جنوب اليمن أو في شماله. أن تفهم جيدا بأن الشعب اليمني قادر على استرداد حقه وقادر على بسط سيطرته، والمسألة مسألة وقت، ولكن يعني سندفع الثمن وقد دفعنا الثمن باهظا حتى نسترد أرضنا من الميليشيات الانقلابية في شمال اليمن، وأيضا أن نرجع أو نؤدب الميليشيات الانقلابية المتمردة العنصرية في جنوب اليمن. شكرا جزيلا لك دكتور عادل دشيرة، موحدة شاء من شاء وأبى من أبى، وهذا ما سيكون في نهاية المطاف. شكرا جزيلا لك دكتور عادل دشيلة، باحث وكاتب يمني كنت معنا من اسطنبول، وأيضا الشكر موصول لضيفنا من الرياض الدكتور محمد آل زلفى عضو مجلس الشورى السعودي سابقا. في ختام هذه الحلقة تحية طاقم البرنامج ومنتج وضع حر الزميل كمال حيدر، في أمان الله.